لو الحكاية فيها إن فيجو أنا كمان متوقعة من خلال خصائص السنة اللي بتبدأ بيوم حد إنه يكون في قتل لحاكم عربي، يعني ممكن يقتل. دي الخصائص اللي مكتوبة في كتب القدماء، يعني إنه ممكن يقتل حاكم عربي، وممكن يكون طبعا في حالة عدم استقرار وفي كسرة للفتن، هيكون في فتن كتير، وهي حصل الحقيقة من دلوقتي، لكن هي هتزيد في 2017.